قبل ما نتكلم بخصوص النادي الاهلي بالتحديد، خلينا نتكلم شويه عن مؤتمر الشباب. طبعا في تواجد طبعا الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكلام كان كتير قوي ومهم جدا منه طبعا من فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي امبارح في هذا المؤتمر، وحديثه بالتحديد عن منتخب مصر وعلى الرياضه المصريه بشكل عام. وده بيعكس بشكل كبير جدا جدا مدى اهتمام الدوله بالجانب الرياضي. طبعا في جوانب كتيره جدا مهمه طبعا بخصوص الدوله المصريه، لكن الرياضه جزء لا يتجزا من الدوله المصريه. فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي امس اتكلم عن منتخب مصر الاول، طبعا ده بعد الخروج المحزن من كاس الامم الافريقيه والتي اقيمت في مصر الشهر الماضي. في نقطه مهمه جدا، وهي ان الرياضه مش منفصله يا جماعه عن الدوله، بالعكس التفوق الرياضي بيعكس تطور الدولة وتقدم الشعوب، وده اللي الرئيس عبد الفتاح السيسي أشار إليه أمس. وكمان ده كان واضح جدا في كلامه، وكان واضح جدا إن الدولة متابعة كويس قوي اللي بيحصل، وزي ما هم رافضين أي فشل في القطاع الصحي أو التعليمي أو غيره، كمان في رفض واضح جدا لأي فشل رياضي وتكريم أي متفوق، كمان زي ما تم تكريم منتخب اليد أمس بعد حصوله على برونزية كأس العالم للشباب. اهتمام مهم جدا من أعلى مسؤول في الدولة وهو فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. وكمان تطرق لمنتخب مصر الأول والمدير الفني وهذه الأمور، طبعا بعد ما للأسف خرجنا خروج سيء جدا في البطولة اللي كانت على أرضنا وسط جمهورنا. فبالتالي هو أشار أن الأقرب أو خلاص يعني شبه بشكل نهائي هيكون مدير فني وطني لمنتخب مصر. والتجربة في الحقيقة بتقول إن دايماً المدير الفني الوطني هو اللي بينجح بصراحة. يعني كابتن حسن شحاتة عمل إيه مع منتخب مصر؟ كابتن محمود الجوهري عمل إيه مع منتخب مصر؟ إنجازات كبيرة جداً للمدربين الوطنيين، ليه ما يبقاش في فرصة للمدرب الوطني؟ ده كلام سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي إمبارح كمان، قال إن إحنا لازم ندي فرصة لأبنائنا وأولادنا والكوادر بتاعتنا، وعندنا مدربين مميزين جدا في الحقيقه كمان في مصر، وعندك اسماء مرشحه بشكل كبير جدا. اعتقد هو الاتجاه الاقرب حتى الان، وبنسبه 100% في الغالب يعني خلاص هو ده اللي هيتم تطبيقه، وهيكون في مدير فني وطني لمنتخب مصر ايا كان مين هو المدير الفني. كلنا في ظهره وكلنا معاه وبنسنده عشان نحقق الاهداف بتاعه الشعب المصري بالتحديد فيما يتعلق بالرياضه، واكثر تحديدا فيما يتعلق بالمنتخب الوطني الاول. واهدافنا ايه؟ اهدافنا المنافسه بقوه على بطوله الامم الافريقيه 2021 في الكاميرون ان شاء الله، واهدافنا كمان وهدف اساسي بالنسبه لنا كلنا مواصله التاهل لكاس العالم 2022 بعد ما تاهلنا بعد 28 سنه لكاس العالم 2018 في روسيا. عايزين ما نغيبش تاني، لا عايزين نواصل هذا التاهل لكاس العالم، وده هدف من الاهداف المهمه جدا للشعب والجماهير المصريه المهتمه بالتحديد بكره القدم، وبالتحديد الشعب المصري كله بيهتم جدا بكره القدم. ده شيء مهم كان لازم نبتدي بيه حلقه النهارده.